انا مش هينفع اجاوبك على اي حاجه دلوقتي. لا هتتكلمي وهتجاوبيني على كل اسئلتي النهارده دلوقتي. الاجابات المفروض عندك، مفروض تبقي عارفه كل حاجه، ومفروض ما تصدقيش اصلا حاجات كتير قوي. اصدق ولا ما صدقش، ما تبطلي بقى طريقتك دي. كفايه لف ودوران ولف ودوران، ردي عليا. ليلى، ليلى تعبت خلاص، ليلى جابت اخرها. اسفه. على ايه؟ على القلق والتعب واللخبطه اللي عشتها وانا بحاول افك كل الطلاسم اللي حواليا. وبعدين انا محتاجه افهم دلوقتي، انت مين؟ انت ملاك ولا شيطان؟ انت اختي اللي عشت معاها طول عمري وكنا بننام في اوضه واحده، ولا واحده ماشيه بسلاح؟ ما تردي عليا، ما تجننينيش. عارفه يا ليلى يعني ايه تكوني بتحبي؟ يعني تنسي نفسك، يعني ما يبقاش قصاد عينيكي غير الناس اللي انت بتحبيهم وبس، يعني تبقي على استعداد انك تتحملي اي حاجه وتحطي نفسك في الخطر وانت عارفه انك ممكن تموتي في اي لحظه. بس ما تخافيش ولا تتضايقي، عشان اللي بتحبيهم دول يبقى عندهم فرصه في المستقبل، مستقبل انت عارفاه ونفسك فيه. سالتيني قبل كده اذا كنت بحب عمر ولا لا، لو في حد في الدنيا دي بيحب حد فهو أنا، ولو في حد بيحب حد أكتر من نفسه فهو أنا برضو. انتي لخبطتيني أكتر يا ندى. أنا زي ما أنا متغيرتش، ولو فكرتي لحظة واحدة بس هتعرفي إن أنا عمري ما هأذيكي ولا هأذي عمر ولا هعمل أي حاجة تضر خديجة. قصدك إيه يا ندى؟ في واحدة اسمها عليا. أيوة وصلت لها، دي اللي كانت بتاعة طارق المهدي. بالظبط كده، سكرتيرته. أنا قربت منها وارتاحت لي وابتدت تطمن لي، وعرفت منها كل حاجة عن طارق المهدي. عقلي ما كانش مستوعب اللي بيحصل، وفي الأول ما صدقتهاش، فقررت إن أنا أوصل لكل حاجة بنفسي. خدت منها طرف الخيط وعرفت إن طارق المهدي على علاقة براجل أعمال كبير اسمه وهيب العزازي، وطبعا الناس كلها بتتكلم عنه وعن ملياراته وإن هو ماشي شمال. الكلام ده كان بيضايقني جدا، لان مش كل راجل غني يبقى لازم يبقى بيعمل حاجات غلط. حسيت ان عليا عايزه تستغل ان انا صحفيه علشان تنشر الكلام ده، عشان هي اصلا عندها مشكله مع طارق. بعدين اكتشفت اصلا ان طارق ووهيب هما الاثنين ابشع اتنين ممكن تقابليهم في حياتك، وهما الاثنين عندهم شبكه كبيره جدا لتجاره السلاح، وان الشبكه دي ليها علاقه بالجماعات الارهابيه. بس عليا دي ماتت محروقه. ايوه، عشان ده يبقى درس ليا، عشان لو قررت افتح بقي ولا اتكلم يبقى مصيري زي مصيرها. كان درس من وهيب. يعني ايه؟ يعني مش انا اللي اخترت، انا لقيت نفسي جوه اختبار كبير واختيار صعب، يا انا يا كل الناس اللي حواليا. الملفات دي في منتهى الخطوره يا ندى. انا عارفه، عشان كده انا جبتها لحضرتك على طول اول ما وقعت في ايدي. بس في حاجه، الملفات دي ما بتوضحش السلاح مصادره ايه وبيجي منين وبيدخل لمين، كل ده مش واضح. الأهم بقى من كده، الملفات برضو ما بتوضحش مين الناس ديت وعايزين مننا إيه، مين المنظمة ديت. الأمور حوالينا مش مستقرة، وديكي شايفة الدول اللي حوالينا كلها بتقع، يعني أي غلطة أو هفوة بسيطة ممكن تأثر علينا. طب وحضرتك شايف إن إحنا ممكن نعمل إيه؟ أنا شايف إن إحنا لو قبضنا على وهيب وطارق يعني هيبقى زي اللي كسب له جولة، بس خسرنا الحرب، لأنهم في ثانية هيبدلوهم وهيحططوا قوي مننا وهياخدوا حذرهم. طب وإيه العمل بقى في الحالة دي؟ أنا شايف إن وصول الملفات دي ليكي فرصة مش هتتكرر تاني، عشان كده إحنا لازم نستغلها صح، بس نجاح الموضوع ده متوقف عليكي أنت. أنا تحت أمر حضرتك في أي حاجة. لا لا لا، أنا مش عايزك تردي دلوقتي ولا تتسرعي، أنا عايزك تاخدي وقت، لأن اللي أنا بفكر فيه صعب قوي، مهمة ممكن تكون مستحيلة بالنسبة لك، والموضوع محتاج دراسة شوية. المهم دلوقتي ما تجيبيش سيرة لعمر ولا لأي حد، خلي الموضوع ده سر ما بيننا. حاضر حاضر. بحكم شغلي واللي عرفته عن طارق ووهيب، لما جالي عبد اللطيف وقال لي إن أنا بقى جزء من خطتهم كان لازم أوافق.
وقال لي ان انت مش عايزه تقولي له ان انت جبت الملفات دي منين. هتفرق معاك في حاجه؟ عندك حق، انا كده كده هعرف طريقتي، بس انت ما نشرتيهاش ليه؟ ولو مش عايزه تظهري في الصوره ما اديتهاش لجوزك ليه؟ عشان بحب الفلوس اكتر من جوزي. الشكل ده احنا هنتفق قوي. تمام، شكرا على الملفات، هنبعت لك فلوسك وفلوس هتبسطك قوي. بس مش ده بس اللي انا عايزاه. امال عايزه ايه؟ عايزه نشتغل مع بعض. مش هينفع. مش هينفع ليه؟ بصي يا مدام، انت جبت لنا ملفات وشكرناكي وناقصنا سقف لك، وفلوسك هتوصل لك لغايه عندك، وفلوس ما تحلميش بيها. ممكن تقولي لي بقى عندك ايه تاني ممكن احنا نستفيد منه؟ لا كتير. واضح انك ما سالتش كويس عليا يا متر. انا بشتغل صحفيه بقالي 10 سنين او اكتر، وفي العشر سنين دول كونت قاعده علاقات محدش يحلم بيها، سفرة ووزراء وسياسيين كبار، وبقيت بنظم مؤتمرات مهمه جدا ومؤتمرات كبيره. كويس قوي، ربنا يوفقك. بس انا هعمل بالحاجات دي ايه؟ بتهيألي يعني اي حد من معارفي اللي انا لسه قايله عليهم دلوقتي يتمنى يشتري اي بضاعه من اللي انت بتبيعها. انت قلتي لي اسمك ايه؟ ندى. هايلة يا ندى. بعدها بعتوا حد على الشقة وعمر مسافر عشان يفتش فيها ويشوفوا إذا كانوا يقدروا يأمنوا لي ولا لأ، بس خديجة شافتهم. يا روحي يا خديجة، عشان كده البنت كان بيجي لها بانيك أتاكس. أيوة خديجة تعبت قوي يا ندى، كانت بتسألني عليكي طول الوقت، كتير قوي كنت ألاقيها قاعدة ساكتة، ولما أسألها مالك تقول مفيش مفيش، وتعيط وهي قاعدة وتتخانق مع العيال ويجي لها كوابيس. ساعات كمان كنت بدخل عليها أوضتها ألاقيها صاحية، أقول لها مش نايمة ليه يا خديجة؟ خايفة أنام. البت اتبهدلت يا ندى، البت اتبهدلت، وأنا بصراحة قلبي واكلني عليها. كانش قدامي حل تاني، بس أنا كنت مطمنة عشان هي معاكي. المهم قولي لي حصل إيه بعد كده؟ كل حاجة كانت سهلة قوي قوي بالنسبة له. الباسبور، إجراءات السفر، إزاي هختفي من الحياة، كل حاجة كانت مظبوطة بالمسطرة. أيوة يا ليلى، في إيه؟ مالها في إيه؟ طب اطلعي بيها على المستشفى وانا هجيلك على طول. يلا يلا. عليا، دي رسالة من وهيب بيه وطارق بيه عشان لو فكرتي تفضلي. Thank you.
لقيت عالية مقتولة قدامي وأنا واقفة بتفرج ومش عارفة أعمل حاجة. اتأكدت ساعتها إن حياة البني آدمين ملهاش أي تمن عندهم، مش مهمة، المهم عندهم الديلز والسلاح والفلوس اللي في البنك عمالة تزيد. ساعتها كرهي زاد ليهم وقررت أكمل.